مسلسل جودر، واللي الحقيقة يعني رجع بينا للأعمال الشعبية وشهريار وشهرزاد والحكايات والحكي الشعبي اللي كلنا بنحبه وبنتأثر بيه. لكن يمكن صعوبة إنتاج الأعمال دي وصعوبة إخراجها كانت بتخلي ناس كتير تقول إن إحنا ما نعرفش نعمل ألف ليلة وليلة تاني. الحقيقة إنه ورا يعني الكواليس في عمل كبير سينمائي أو درامي ضخم دايما بيكون فيه أعداد كبيرة من الناس اللي بتشتغل ورا الكاميرا، وعلشان كده يمكن مسلسل جودر السنة دي قدر ان هو يقدم المنتج المميز والصورة المختلفة اللي الناس بتشيد بيها وبتأثيرها عليهم من اول يوم لعرض المسلسل. خدعة بصرية كتيرة ليها تأثير كبير على إثراء الصورة وعلى جودتها، وكل ده طبعا بيؤثر على جودة الدراما المقدمة للناس وبيزود الصناعة وبيثقلها. ومسألة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الجديدة كمان بيخلي الدراما متطورة بشكل كبير، وده يخليها تواكب ما يحدث عالميا. مسلسل جودر هو بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس والفنانة نور ونخبة كبيرة من النجوم. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن مسلسل جودر. معانا على التليفون المخرج إسلام خيري. مساء الخير على حضرتك وألف مبروك، يعني الردود الأفعال الإيجابية على المسلسل من أول عرضه والصورة المبهرة اللي شدت الناس بشكل كبير وشالت من دماغنا كلنا مسألة إن إحنا ما نقدرش نعمل ألف ليلة وليلة. صعوبة إخراج النمط ده من المسلسلات. مساء الخير الأول، كل سنة وأنت طيبة وكل سنة والمشاهدين طيبين. سعيد بردود الأفعال جدا الحمد لله، والمسلسل لسه ما انتهاش، فيعني بس يعني الحمد لله على البداية. أتمنى إنه يكمل بنفس النمط وأحسن في الأيام اللي جاية والناس تتعلق بيه أكتر عشان يكتمل الموضوع، عارفة، على بعضه. ده في البداية. رقم اتنين، زي ما حضرتك بتقولي هو نوع صعب، يعني في تنفيذه صعب ومكلف جدا جدا جدا، وقلما بيتعمل خصوصا في الوقت اللي احنا فيه والأسعار كل حاجة غالية. بس هو هنا في العمل ده، لانه مش دايما بيتاح الفرصه لينا كصناع ان احنا نلاقي نوع زي ده نقدر نبين فيه حاجه مختلفه عن العادي اللي احنا بنقدمه في العادي. فكان كل الناس عندها حماس زياده وطاقه ايجابيه ان هي تقدر تبين شغلها اكتر، حتى لو جات على نفسها وعلى وقتها وعلى البادجت. يعني في ناس قدمت تسهيلات كتير يعني عشان ده يحصل، وهو الموضوع يعني ده يعني كان اساسه الحب فعلا، يعني مش كلام للاستهلاك يعني الاعلامي او كده، حقيقي هو عمل محتاج تداخل. يعني انت عندك فريق جرافيكس يتخطى ال 200 بني ادم واكتر من 250 بني ادم جوه اللوكيشن، فبتتكلمي خلاص في ده كل ده في ايام ما فيهاش مثلا مجاميع والتصوير بيعدي الارقام دي بكتير. فده محتاج ان الناس كلها كانت تبقى تيم وورك وحابه ده وحاسين ان هم يقدروا يشيلوا بعض، لانه احنا لو ما شلناش بعض في كل الاقسام ما نقدرش نوصل بالنتيجه المرضيه. سواء في الاول بقى عشان الكلام خدنا يعني على رأس الناس اللي كانت متحمسة واللي ابتدت اللي حطت البذرة بتاعت المشروع ده، يعني هو الأستاذ ياسر جلال مع الأستاذ أنور عبد المغيث، واشتغلوا على النص كانوا فترة كبيرة. يعني لأنه لما جالي السيناريو هو سيناريو مكتمل، حدوتة جذابة مكتوبة بلغة رشيقة، الأستاذ أنور عبد المغيث عامل حاجه في منتهى الجمال، يعني متينا الطعم بتاع ألف ليله وليله بالحوار الثالث اللي فيه المزج ما بين العاميه، وبعض الاحيان بنروح لبعض كلمات من اللغه العربيه. طب عايز اسال حضرتك عن الفنان ياسر جلال وانه يخرج بره الدراما الاجتماعيه او الوطنيه اللي الناس كان بقالها فتره بتشوفوا فيها وينجح بالشكل ده. اعتقد ده يعني ذكاء في اختيار الدور وانه ما فضلش على نمط واحد، لانه الناس دايما بتمل حتى وان كان النجاح كبير. طبعا طبعا انا متفق معاكي، هو الاستاذ ياسر نجم كبير، عنده قدرات
تمثيليه جباره. النوع ده مش نوع سهل، لانه صحيح. هو بيتطلب بعض المبالغه احيانا في الاداء، بنوصل لشكل مسرحي احيانا، لان هو ده المطلوب هنا في النوع ده. ازاي يبقى المقاس ده قد ايه؟ يعلى لحد فين وينزل لحد فين؟ ايه المساحه اللي عنده انه يعمل ده؟ فهو لا، هو بارع، وبارع في اختيار النوع. وعشان ده يوصل كان يعني بيبذل مجهود حتى مع يعني احنا كلنا، مع حتى كيت ممثل صغير بيبقى حريص ان هو يقول صح ويساعده عشان المشهد كله يطلع كويس. فهو ده اللي انا بقوله لك، انه كله كان حريص على المشروع. عايزه كمان اسال حضرتك عن الديكورات، ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عنها، وقد ايه هي مبهره، وازاي ده يخدم عمل زي الف ليله وليله والنمط ده من الاعمال. بصراحه الباشمهندس احمد فايز، يعني انا حصل لي وانا بشوف الديكورات، يعني احنا بنبقى قاعدين وشايفين رسومات وفي ريفرنس ومع ذلك انا بدخل الديكور، يعني كنت بتفاجئ زي ما المشاهدين كده متفاجئين من كتر الدقه والنسب المظبوطه والالوان الحلوه والحجم الجبار. احمد فايز عامل فوق ال 74 ديكور في المسلسل ده بسكيل ضخم جدا جدا جدا، يعني يعني باني كميات اماكن، ولسه في حاجات في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، يعني هنشوف شغل اكتر. ومنى التونسي مصممه الازياء برضو يعني عامله شغل تفاصيل، صحيح. يعني الناس كلها بتتكلم عن لبس الفنانه ياسمين رئيس ولبس الفنانه نور، كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والستات على وجه التحديد يعني بتشوف الحاجات دي كويسه قوي. يعني في شغل حاجات يدويه، الحاجات دي انقرضت يعني او ابتدت تنقرض، فان انت ترجعي التطريز بالشكل ده الدقه دي، فكانت هي تصنيع المجوهرات والتيجان الخواتم الخناجر مع احمد فايز والاسلحه، يعني الدروع، كل دي حاجات يعني فيها صنعه صعبه يعني ومجهود جبار، وبتتعمل هاند ميد، فاعتقد كمان بتاخد طبعًا وقت كبير عشان طبعًا تتنفذ طبعًا. وفي حاجات بتتعمل بماتيريال مش حقيقيه، يا اما لغلاء الثمن او لصعوبه استعمالها في التصوير لو ده بالماتيريال الحقيقي. فهو يعني عشان يوصل للصوره دي لا، كان في مجهود جبار. انا بس ايه عشان يعني اتكلمت على فايز وعلى منى فيما يخص الصوره، في يعني اتنين عنصرين بقى يعني كانوا جبارين، مدير التصوير الاستاذ تيمور وهو فعلا يعني دخلنا السحر بتاع العوالم اللي احنا رايحينها وعينينا مرتاحه وما نبقاش مش شايفين يعني. ف يعني كان عنصر بجد انا يعني فخور باللي هو بيعمله، عامل شغل جبار. وشركه اروم طبعا انه يعني مخلين كل ده المجهود ده، انت مصدقاه مش عارفه فين الست اكستنشن من ايه اللي متكمل ديكور وايه اللي مش ديكور، يعني ده اظن ان هو معمول كويس بشكل كبير ونسبه كبيره. عايز اسال حضرتك كمان، انا كل الاسامي اللي بسمعها اشتغلوا في المسلسل، واحنا هنا بنتكلم عن خادعه بصريه وجرافيكس وديكورات مصريين. طبعا تامر مرتضى يعني اكبر شركه جرافيكس في مصر وفي الشرق الاوسط، يعني وهو الشركه المنتجه مع ميديا هاب الاستاذ محمد السعدي والمتحده، فثلاث كيانات كبار ورا المشروع داعمين لي. باين يعني مش محتاج اقول على الدعم لان هو باين على الشاشه، يعني وفروا كل شيء تقريبا بشكل استثنائي. والميزه انه فعلا كل الاسماء اللي اشتغلت في المسلسل مصريين، يعني حتى مكياج، ملابس، ديكور، كل المزيكا. شادي مؤنس برضو عامل مزيكا رائعه، باشمهندس حسن ابو جبل المكسير، عزيز شافعي عامل تتر جميل.
وده اللي يثبت الحقيقه يا استاذ اسلام ان احنا عندنا القدرات المصريه اللي تقدر طول الوقت تقدم الاشياء او الاعمال اللي الناس كانت متخيله انها خلاص بقت اعمال اسطوريه خالده مش هتتغير ومش هيجي زيها تاني. وان احنا نشوف جودر النهارده ده يعني نجاح كبير. صدقيني هم شغالين بحب وعندهم استعداد يعني يعملوا قد كده عشرات المرات، لان هم بيبقوا مبسوطين. يعني انا او زمايلي ان احنا بنعمل حاجة مختلفة، وان شاء الله يا رب يعني نقدر نكمل باقي الحلقات بمستوى يرضي الناس. ده اهم شيء، هو دول اللي احنا عايزين نوصل لهم ونقدم لهم حاجة مختلفة، ويا رب دعواتكم. كل التوفيق لحضراتكم كل القائمين على مسلسل جودر. شكرا جزيلا المخرج اسلام خيري، شكرا جزيلا على وجودك معنا.